لو الحكاية فيها إن فيجو ده احسن الانواع يعني. احسن حاجه الالماني. ويا ترى ده بقى بيبقى غالي بقى ولا اسعاره بتبقى عامله ازاي؟ غالي بس يعني حاجه غاليه حاجه تمنها فيها. اسعارها بقى بتتراوح من كام لكام؟ المواتير المطور لوحده دلوقتي بتتراوح في مواتير من 5000 ل 10000 تتراوح كده. اللي هو الالماني ده من كام لكام تبقى اسعاره كام؟ من 5 ل 15. والايطالي؟ والايطالي الايطالي ده بيبقى يعني من 5000 برضه لحد 10000. والياباني؟ والياباني برضه من 5 ل 10. تمام. وفي كوري والصيني. ارخص الانواع ايه؟ الصيني بتبقى اسعاره كام بقى؟ من 3 ل 7 8. اقل يعني؟ اقل. طب والناس بتحرص ان هي تجيب اللي هي الاقل ولا بيجيبوا الاحسن والاغلى؟ اللي هو كل واحد على قد كل مربوط على قد دمه يعني كل واحد بيقدر يجيب كده على حسب مقدرته يعني. تمام. طيب حضرتك اولا طبعا غيار الزيت دي اهم حاجه وتثبيت يطير دوره الميه وينظفوا السربنتينا بتاعت الرباتير وبتاعت الكيس من قدام بالهواء وبالميه عشان تساعد على التبريد. تمام. في خطوات تانية يقدروا يعملوها وهم ماشيين على الطريق او كده عشان يحافظوا على الموتور؟ السرعه برضو. السرعه دي برضو في الحراره بتسخن العربيه يقللوا السرعه يعني. وبعدين السخونيه دي يعني لما تكون السربنتينا بتاعت الرباتير او السربنتين بتاعت الكيك مفتومه ما بتفرقش بقى ولا الالماني ولا امريكاني ولا كله بيسخن. ايه حلها بقى؟ لازم ينظف السربنتين ودور في التبريد. دي اللي يحافظ على التبريد بتاع السياره. ما فيش حاجه تانية يقدروا يعملوها هو كده بس. ينظف دوره التبريد. تمام.